السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم. نبدأ بسلسلة مراجعة المستوى الرابع الجديد لطلاب المرحلة الثانوية. طبعا راح أبدأ بدرس مهم جدا، وهو تحويلات جملة السبب والنتيجة، وهذا من البنود المهم الذي يأتي دائما في المستوى الرابع، حيث يكتب لنا جملة تسمى جملة سبب متبوعة بجملة نتيجة، ونستدل على أنه يريد على السبب والنتيجة من خلال كتابة الثيرد كونديشنال في السؤال. نستدل على أنه يريد تحويل على جملة الشرط النوع الثالث. طبعا أهم شيء في هذا الدرس هو تمييز جملة السبب وجملة النتيجة، ونستطيع تمييز موقع جملة السبب من جملة النتيجة من خلال الأدوات التالية، مثلا because، since، as. إذا جاءوا في بداية الجملة تكون جملة السبب، بعدهم ثم جملة النتيجة، وإن جاءوا في الوسط يسبق بجملة النتيجة ويتبع بجملة السبب. وكذلك نستدل على جملة السبب والنتيجة من خلال رؤية so and so therefore consequently as a result thus because of that that's why That's how and في وسط الجملة مسبوقين بجملة سبب ومتبوعين بجملة نتيجة. أهم شيء في هذا الدرس أعيد وأكرر هو معرفة أين موقع جملة السبب وأين موقع جملة النتيجة. فإذا أتت because since as في البداية يأتي السبب بعدهم ثم النتيجة، وإذا جاءت because since as في الوسط يأتي بعدهم جملة السبب ويأتي قبلهم جملة النتيجة. وإذا رأينا أدوات مثل so and so therefore consequently as a result thus because because of that sorry that's why that's how أو and، نعرف أن جملة السبب قبلهم وجملة النتيجة بعدهم. وإذا لم تحتوي الجملة على أي أداة فأغلب الجمل تكون الجملة الأولى السبب والجملة الثانية النتيجة، لكن الأفضل أن نترجم لتمييز موقع السبب من النتيجة. قبل البدء بتعلم التحويل يجب أن نفهم الآتي: أي أداة عند التحويل تحذف، أقصد أن أي أداة من التي كتبت هنا والمظللة بالأصفر نحذفها عند التحويل. ودائما إذا بدأنا الجملة بإف يجب وضع فاصلة بين جملتي السبب والنتيجة، وهذه من الأمور المهمة جدا. أول شيء نعمل نضع إف، ثم ننزل الضمير أو الاسم المكتوب في جملة السبب، ثم نضع had أو hadn't متبوعين بتصريف ثالث حسب. إذا كانت الجملة مثبتة فتصبح منفية بhadn't، وإن كانت منفية تصبح مثبتة بhad، والفعل اللي بعدهم نحوله إلى ثالث، ثم نضع فاصلة طبعا بعد ما نكمل جملة السبب كاملة، ونضع الضمير أو الاسم الذي بدأت به جملة النتيجة، ونضع إما could أو would أو might أو wouldn't أو might not حسب إذا كانت الجملة مثبتة أم منفية. فإن كانت مثبتة نضع
might not أو wouldn't حسب ما هو مطلوب بين أقواس. وإن كانت منفي نظر إما would أو could أو might. إن كانت منفية آسف. ثم نكتب have، وهاف أساسية هنا. ثم نحول الفعل الأساسي المكتوب في جملة النتيجة إلى تصريف ثالث ونكمل الجملة. مثال: because هاني studied hard he passed his exams. ووضع لي بين قوسين might. هنا جملة السبب because هاني studied hard، وجملة النتيجة he passed his exams. أول شيء نعمل نكتب if، ثم نحذف because وننزل هاني، ولأن جملة السبب مثبتة هنا ننفيها بها didn't، ونحول الفعل studied لثالث، فتصبح if هاني hadn't studied hard فاصلة. ننزل الضمير الذي بدأنا به جملة النتيجة he، ثم لأن past مثبتة ننفيها ب might not أو wouldn't، ولأنه يطلب might فنكتب might not. ثم have أساسية، ونحول الفعل past لتصريف ثالث، ونكمل الجملة، فتصبح if Hani hadn't studied hard he might not have passed his exams. مثال آخر: the weather was very cold so we didn't go out. Good. هنا السبب the weather was very cold، والنتيجة هي we didn't go out. نكتب if ننزل the weather، ولأن was مثبت نكتب hadn't، ثم نحول was لبين تصريف ثالث منها، ونكمل الجملة، ونحذف so كما قلنا سابقا، ثم ننزل we، ولأن didn't منفية نكتب could، ثم نكتب have ونحول الفعل go إلى تصريف ثالث فيصبح we could have gone out. فتصبح الجملة if the weather hadn't been very cold we could have gone out. مثال آخر: the exam wasn't very difficult that's why we solved it. Would. هنا السبب the exam wasn't very difficult، والنتيجة هي we solved it. نضع if وننزل فاعل جملة السبب وهو the exam، ولأن wasn't منفية نكتب had، ثم نحول wasn't إلى been تصريف ثالث منها، ونكمل الجملة very difficult، ثم نضع فاصل ونحذف that's why أداة السبب، ثم ننزل فاعل جملة النتيجة وهو we، ولأن solved مثبت نكتب wouldn't، ثم نضع have ونحول الفعل solved إلى تصريف ثالث، فتصبح الجملة if the exam had been very difficult we wouldn't have solved it. أتمنى أن أكون قد أوصلت الدرس إليكم بطريقة واضحة ومفهومة. أي استفسار يرجى كتابة في التعليقات، ونأسف لأي خطأ أو خلل، والسلام عليكم ورحمة الله.